ذات مرحلة. خلينا نشوف. على نهائي كأس حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين. بالكعب زين عبد الغني، هجمة خطيرة للأهلي الآن بالرمى ويسجل الهدف الثالث، وتنتهي هذه المباراة أعزائي المشاهدين. بالنسبه لهذا النادي العريق ما فيك شيء ان شاء الله. يعني عام 95 هذه البطوله بالنسبه لك المشاركه كانت امام القادسيه الرياض. الرياض يعني كانت بالنسبه لك بدايه؟ اكيد هذه بدايه حسين عبد الغني الحقيقيه مع النادي الاهلي. اكيد هذه طبعا هذه البطوله هي كانت كاس ولي العهد. نعم. وكان بس اول مباراه كانت القادسيه، اول مباراه لك مع الفريق الاول. اول مباراه كانت لي مع القادسيه في 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 95 في كنا لاعبينها في الراكه. الراكه اول مباراه. بس هذه السنه اللي حققنا فيها البطوله هي نفسها. بس بالفعل كانت بطوله، هذه بطوله انا ما انساها، لان هذه اول بطوله لي مع النادي الاهلي فريق اول. وبصراحه كانت يعني بالنسبه لي والرياض هذيك الفتره كان من يعني كان قويه جدا ونادي عنيد. يعني كان يعني الرياض وجات فترة الاتفاق من الأندية اللي أنت حتى لو متقدم عليها ممكن يقلبوا عليك النتيجة ويرجعوا يعادلوك. الاتفاق والرياض أنا اللي أنا شفته من الأندية الصعبة اللي أنت بتلعب معها دائما تقلب النتائج. يعني جاتهم فترة كانوا يتأخروا بالنتيجة ويرجعوا، وإحنا نفس الحكاية تقدمنا وعادلوا، إحنا رجعنا تقدمنا وهم رجعوا عادلوا 2-2 3-2. فتعرف مباراة كان وهدف ذهبي كان وكانت صراحة يعني تلعب انت الهدف الذهبي اعصابك.